كاتبه متاع المعتمديه مش متاع اللي هي المدعوه دليله بن نوري الوحيده اللي تبخر عملت عرف متاع ند ولا ما نعرفش شنو ولا عنبر ولا حاجه ولا شنو الاشكاليه برتو. يهز السي ايمن بوهليل معتمد الكاف تليفون ويطلبني ايميلي عليا بالتليفون قائمه اسمي من 12 اسم. قلت له شنو مذومه؟ قال لي هذوما تابعينا باش تحطهم في المية في القائمة متاع المية مليون. قلت له باهي ما متاعنا معناها مخبرين يخدموا مع الدولة. قال لي اي. قلت له باهي ما فهمش حتى مشكلة، كيف هما مخبرين اخويا اعطيني فيه مكتوب سر قائمة مخدومة. كنت مطالبة اني نصح ونعدي. جيت نشوف القائمة الاسمية لقيتها كلها مخدومة محابات، كلها اسماء جمعية رياضية بالساقية اللي بكلها تابع نداء تونس، يعني هو مال عام اولا، وثانيا حق الزوالي لازم نحفظه له كدوله. حزب نداء تونس والمجتمع المدني ممثل في الاشخاص هذوم هما اللي واخذين فلوس باش يحطوا الاسماء. تعطي 100 200 دينار باش نحطك في متاخذ موارد رزق مليون ولا زوج ملاي. يعني انت لا تنكر قربك من حركه النهضه؟ قريبه ما ننفيش، ماهيش تهمه باش نتهرب منها، ماهيش عفوي هي معتمده بالتفكير هذا بالتدقيق هذا. وفما انتخابات مزعجه، معتمده مزعجه ما تساعدش المورط والمتهم بالنسبه لي انا المباشر نداء تونس. وينهم الفلوس؟ اعطوا الفلوس للمالي. ما فماش اجابه الى يوم الناس هذا، ما عنديش اجابه. يا اما اعتمادات 2016 مشات في شان اخر، يا اما اعتمادات 2017 مشات في شان اخر وباش يخرجوه على يخرجوه. فما حاجه